ديالنا شنو اللي كتب لنا فين غاديه، ونعرفوا الجهاز القضائي ديالنا اليوم كيفاش هو مكون. انا يمكن ان اتحمل مسؤوليتي، قد اكون مخطئه، ولكن عندي ما يجعلني مقتنعه بان الجهاز القضائي والعقل الجمعي القضائي في المغرب اكثر محافظه من القوى السياسيه الفاعله التي تنعت بالمحافظه، اكثر محافظه. وانا عشت النقاشات وشفتها، الجهاز القضائي مازال يتكلم بمنطلق ان العديد من القوانين هي مستمدة بشكل مباشر من الدين ومن الاحكام الشرعية. وهذا النقاش اللي بدا الاستاذ ديالي واللي خصو يتسرب الى النقاش السياسي، باش اولا نفككوا مفهوم الحريات الفردية ونحررها، راه ماشي من مع الدين ومن ضد الدين. حيت انا باش نكون موضوعية مع نفسي، انا ما كنتظر شيء الكثير حتى من الاحزاب اللي عند الى ما زال كانت احزاب حقيقيه عندها فعلا رهانات حداثيه ديمقراطيه خالصه وتدبرها بهذا المنطق. ما غنلومش عليها انها لا تستطيع ان تدخل الى هذه المعركه الى حطيتيها في معركه من مع الدين ومن ضد الدين في دولتين بحال المغرب. وزعما غنكون ساطالب منها الحزب الذي انتمي اليه، حزب العداله الوطنية، ان يحرر النقاش من هذا المستوى، وما نكونوش زعما هذاك الشيء ديال تحييد الدين عن الصراع. انا اعتبره ايضا حمايه للدين، لان شنو اللي كدير ملي كتدخل الاسلام والدين والهويه النقاش بحال هذا اللي هو في الحق بعيد عليه، لان القانون الجنائي الا قريناه لا علاقه له بالاحكام الشرعيه. وانا ما بغيتش نفصل في هذا النقاش حيت كاينين ناس اكثر تخصصا مني بداو يهضروا فيه الاستاذين بجوج، ولكن مشينا للقانون الجنائي الان في باب الخيانه الزوجيه. عمليا في المغرب اليوم في الممارسه في السياسه الجنائيه، والاساتذه كيعرفوا اكثر مني، منين كيكون شي واحد متورط كنجيبوا الزوج او الزوجه، واذا تنازل عن المتابعه كيمشي. وغير عدنا الى الاحكام الشرعيه، نلقاو ان حد المحصن اكثر في منطق العقوبه من غير المحصن، بمعنى غير المتزوج. عمليا القانون الجنائي عنده العكس، هذا كيجي كيقبض جوج، هذا كيتنازل له الزوج والزوجه كيمشي، هذا كيتابع بالفساد اوتوماتيكمان لانه غير متزوج. اذا هنا لانه كاين المتضرر هو الزوج والزوجه، اسقط الحق ديالو في المتابعه. وهنا كنطرحوا سؤال، من المتضرر حينما نتحدث عن الفضاءات الخاصه؟ لذلك انا بالنسبه لموقفي واضح، يجب ان ترفع الدوله يدها بشكل مطلق عبر اليه التشريع عن الحياة الخاصة للناس في الفضاءات المغلقة قطعيا. الدولة ما عندها ما تدير بشكل نهائي في الفضاءات الخاصة تدخل تدبرهم، لأنها خرجت من المجال الذي تدبره وهو المجال الجماعي. حتى ما أفهم أنا من الدين هو أنه في المنطلقات المبادئ الأساسية ديالو أصلا محرم التجسس والتعقب واقتحام الخلوات، لأن بالنسبة لي هذيك علاقة خاصة بين الإنسان وبين الله. إلا دخلنا هذا البعد الشرعي حتى واحد ما من حقه أن يدخل إليها. إذا منين كنمشي وداك الشيء، علاش إلا شفتوا داك الأحكام والناس اللي كيقراوها بعقلية منفتحة أكثر، 4 شهود رؤية العين وكذا، وكأنه كيقول هذا الشيء راه ملي كديوه إلى الفضاء العام وكيولي مشاهد من طرف الجميع، كندخلوا في تدبير المجال الجماعي. المجال الجماعي في الدول غير الدينيه بشكل مطلق كيدخل القانون لتاطيره، ثم كنهضروا على حتى هما عندهم الاخلال بالحياء العام، حتى هما عندهم العوريه ولا المنظر، حتى هما عندهم علاقه جنسيه مثلا مفتوحه في الفضاء العام غير مسموح بها بدون مرجعيه دينيه. هذه بمنطلق مرجعيه تدبير الفضاء المشترك وفق قيم هي قيم انسانيه. اذا الفضاء العام ندخلوا في النقاش، كيفاش ندبروه بيناتنا، فوقاش تبدا حريتي، فاش كنضرك، فاش كضرني، هذا كله سيخضع للنقاش، لانه في العالم كله هكا. انا غنختم، ملي كندخلوا للفضاء العام انا لا الاوان جميعا باش نقولوا يجب ان نكف عن الخوض في الحياه الخاصه، وعلى نمشي ونتعقبوا الناس وندخلوا لهم ونسولوهم ونقبطوهم في غير وضعيه اجراميه. يعني ما كايناش حاله التنبس، نبقاو نبشمشوا ونقلبوا في حوايجهم، وداك الشيء باش نقول لهم شنو كنتو كديروا قبل كما حدث في ملفات اليوم مفتوحه امام القضاء، اللي زعما في التعامل معها انا اتصور بان المجتمع بدا ينضج على الاقل، وبدينا كنقربوا من تحقيق واحد النوع ديال التعبئه في واحد المستوى. انا كنتمنى ان الفاعل السياسي ان ينضج باش يحررها، وزعما كنتمنى من جميع الاحزاب السياسيه باش دير هذا الدور ونخرجوها من فضاء البوليميك،
ما نضدوش كل اللي غيربح وشكون اللي غيخسر.